أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من سيرة عثمان رضي الله عنه وبرفقة الدكتور علي الصلابي. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك دكتور. تحدثنا في الحلقة السابقة يعني بشكل مستعجل وبسيط عن نفقات الخليفة، الآن نستفيد في هذه النقطة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، طبعا تحدث العلماء أهل التاريخ يعني عن أنواع النفقات في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وتكلموا أن عثمان كان بالنسبة له كخليفة وكرئيس لم يأخذ مرتبا بحكم أن وضع المادي كان من الأغنياء والأثرياء ومن كبار التجار، فكان ينفق من ماله الخاص على أهله وعلى أولاده وعلى أقاربه، بعكس سيدنا عمر وبعكس سيدنا عثمان. سيدنا عمر قالوا كان استغنيت عفيت نفسي من مال بيت مال المسلمين، والا يعني اخذت من مال المسلمين ما يكفيني، كل واطعم كما قال عثمان كما تحدثنا في الحلقات الماضيه. نعم. وكان ايضا مرتبات الولاه يعني تصرف من بيت مال المسلمين او من الولايه، عاده يكون لها بيت مال خاص بها واداره خاصه بها، فنفقات الولاه والموظفين الدوله ايضا كانت الدوله متكفله بذلك، وايضا مرتبات الجند يعني اللي كانوا المقاتلين والمجاهدين، ولا فكانت ايضا مرتبات الدوله تتكفل بمرتبات الجند ولهم ديوانهم الخاص بهم، ديوان الجند للمرتبات، وتعطى لهم الدوله سواء كانوا في مصر ولا كانوا في شمال افريقيا او اي مكان اللي تابع للدوله في تلك الفتره. ايضا انفاق على الحج، يعني كسوه الحج يجيبوا فيه من الكتان من مصر، فكانت الدولة تقصد هنا كسوة الكعبة. كسوة الكعبة. نعم. نقصد كسوة الكعبة، كانت هذه أيضا الدولة تتكفل بها هذه من النفقات. أيضا تمويل إعادة بناء المسجد النبوي من بيت مال المسلمين، لأن تم هدمه وبناء من جديد وتوسيع. كان الهدم بشكل كامل؟ يعني الأشياء التي تحتاج هدم وتوسعة وبناء، فتم هذا كله تم، وخطب سيدنا عثمان واستشار طبعا الصحابة رضي الله عليهم ووافقوا على ذلك، وقال من بنى مسجدا لله بنى له بيتا في الجنة. وتم، وإن كان هو الزيادة أصلا سيدنا عمر قام بها، فتم هدمه وبناء أو توسيعة المسجد، هذا أيضا من أموال الدولة يعني، ودعا العمال للبناء وأصرفت الدولة على توسيعة المسجد الحرام. أيضا تمويل توسيعة المسجد الحرام، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تم توسيعته من مال الدولة، والمسجد أيضا الحرام تم توسيعة من بيت مال المسلمين أيضا. أيضا الإنفاق على إنشاء الأسطول البحري، وهذه طبعا صناعات يعني هذه صناعات السفن مش سهلة يعني، وكان هي كانت نقلة نوعية في عهد سيدنا عثمان. على شك أنها كانت نقلة نوعية، وكان خيار استراتيجي لهيمنة الأسطول الإسلامي على البحر الأبيض المتوسط، وتم في المدن في عكا والمدن الساحلية في مصر الناس المختصة بهذه الصناعات، وتطورت هذه الصناعات مع الوقت ومع الزمن في عهد الدولة الأموية، وأصبحت الأسطول الأول في العالم في تلك الفترة هو الأسطول الإسلامي يعني. فكان في إنفاق من الدولة على إنشاء أول أسطول بحري، وحقق هذا الأسطول انتصار عظيم في معركة ذات الصواري، ويأتي عنها الحديث مع الأسطول البيزنطي. أيضا الإنفاق كان على تحويل الساحل من الشعيبة إلى جدة، وهذا اللي كان في الأول، فذهب سيدنا عثمان إلى البحر الأحمر المتوسط جدة حاليا يعني، ونقل الميناء إلى جدة، وخرج ورأى الموضع وأمر بالتحويل سيدنا عثمان، ودخل البحر واغتسل وقال إنه مبارك، وقال لمن معه ادخلوا البحر للاغتسال ولا يدخل احد الا مأتزر، يعني ساتر عورته يعني. اقصد هكذا يعني هذه النقله من الشعيبه التي اشرت اليها الى الشعيبه الى جده، يعني هل كان لها يعني اهميه اقتصاديه او تجاريه؟ طبعا خلاص اصبحت في الى يومنا هذا اصبحت من اكبر المواني في البحر الاحمر. في البحر الاحمر يعني نتحدث هنا عن تاسيس مدينه جده كان بعهد سيدنا عثمان، يعني الأول ميناء في جدة كان هو أساسه سيدنا عثمان، وتطور مع الوقت ومع الزمن أيضا. أيضا تمويل حفر الآبار من بيت مال المسلمين
سواء كان في البصرة أو في أماكن متعددة من خلال الولاة الأمصار والمدن وهذه الأشياء، فقام بها أيضا. وفي بئر في المدينة اسمها أحد الآبار في المدينة أفيس اللي وقع فيه خاتم سيدنا عثمان، وبذل جهد عظيم للوصول إليه لكنه لم يستطع، واختم اختمام كبير وأصيب بهم وبغم وجعل عطاء كبير لمن. يعني هذا الخاتم هل كان يميز؟ لأن خاتم أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فكان وقع في ذلك البئر، لكن تم توسيعته أيضا على نفقة الدولة. أيضا الأول من جعل جعل أو مكافأة للمؤذنين سيدنا عثمان، هذه ولهذا قالوا أن خليفة راشد هو الذي جعل المكافآت للمؤذنين، الدولة تعمل مكافآت للمؤذنين كانت في عهد سيدنا عثمان. وقد جعل عثمان رضي الله عنه على الأذان جعالة، يعني أي مكافأة. أيضا تمويل الأهداف العامة العليا فيما يتعلق بالعلماء بالفقهاء، لأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أسس المدارس العلمية والفقهية لتعلم الناس. يعني كل منطقة عسكرية أو مدينة جديدة أرسل لها فقهاء مثل أنس بن مالك ومثل أبو موسى الأشعري في البصرة ومثل عبد الله بن مسعود في الكوفة ومثل عقبة بن عامر في مصر ومثل عبادة بن الصامت وأبو الدرداء في بلاد الشام ومعاذ في عهد سيدنا عمر ومثل عبد الله بن مسعود في مكة. وكان هذه المدارس المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية والمدرسة المصرية والشامية والمدنية والمكية كمؤسسات علمية تدرس، هي اللي نقلت العلم للتابعين ثم أتباع التابعين. فكانت الدولة تنفق على العلماء المتفرغين لتعليم القرآن وتعليم السنة، وكانت أيضا تختار من النابغين وترسلهم للأماكن لتعليم الناس. عملية الإفادة يعني هذه كانت أيضا الدولة تشرف على ذلك. هذا كله كان في عهد سيدنا عثمان، هو امتدادا لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيضا نظام العطيات اللي كان في عهد سيدنا عثمان استمر، سيدنا عمر استمر عطيات للنساء وللرجال وللخدم وللناس. وكان يقول الحسن البصري يقول شهدت منادي عثمان ينادي يا أيها الناس أغدوا على كسوتكم فيأخذ الحلل وأغدوا على السمن والعسل. كانت الدولة توزع المال وتوزع الاحتياجات من الحلل، كانت توزع هذه الاحتياجات هكذا يعني بترتيب وبتنظيم على يعني وفق الدواوين ومسجلة ومكتوبة ومن استلم ومن أخذ. فهذا التطور. لكن ترى أن من واجبات الدولة إطعام الناس ومساعدتهم على حل مشاكلهم حتى في الإسكان. يعني في مدن بنيت في عهد الخلافة الراشدة بدعم وبتوجيه من الدولة أصلا يعني. وأيضا فيما يتعلق بالغنائم التي تأتي والخراج والعشور فتوزع أيضا في الاحتياجات العامة والمواطنين. وفيما يتعلق بالعطيات أيضا طبعا تدفقت الأموال في عهد سيدنا عثمان على الحياة وأثرت في الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية وبدت يعني ساهمت بنوع من الرخاء جدا. وجاءت تلك الأمم والشعوب في الجزيرة بأعراف وبتقاليد لا علاقة باللباس ولا علاقة بالأكل ولا علاقة بالشراب ولا علاقة. وأيضا التجارة العالمية في ذلك العهد من أمم أخرى وشعوب أخرى، فحدث انتعاش اقتصادي واجتماعي في عهد سيدنا عثمان كبير جدا يعني. وكان سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه يهتم حتى بالمواليد، يعني كلهم عطاء من بيت مال المسلمين، المواليد والشيوخ والنساء والعبيد يساعدهم على أن يفكوا أنفسهم الرقاب من أن يكونوا أحرار. فكانت النفقات كانت واسعة وانعكس ذلك على الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية، وبدأ تغير في سلوكيات وفي تقاليد وفي أعراف المجتمع نتيجة الاحتكاك الحضاري الكبير والضخم الذي حدث في عهد سيدنا عثمان، لأن توسع الفتوحات في عهد سيدنا عثمان كانت أوسع وجذبت شعوب وأمم أخرى لها تقاليدها ولها أعرافها ولها حياتها الاجتماعية والاقتصادية. وتم كما نقول نحن التعاون الحضاري أثر في الحياة الاجتماعية في المدينة وفي الجزيرة العربية. أيضا كان سيدنا عثمان يهتم بأقاربه، يعني
بالعطايا في العطايا، واتهم أن سيدنا عثمان يأخذ من مال العام ويعطي في أقاربه، وهذا غير صحيح وهذا من الأكاذيب. وتحدث وقال لا أستحل أموال المسلمين لنفسي، قال ولا لأحد من الناس. وقال قد يعني هو كان لا يأخذ لنفسه من بيت المال المسلمين، فما بالك يعني أن يتهم أنه يأخذ من بيت المال ليعطي أقاربه، هذا الاتهام الذي كان. هو هكذا، هذه طبعا الحملة المغرضة للقضاء على الدولة الإسلامية بدأت في توجيه السهام لسيدنا عثمان ولولاته، وأنه كان يعطي من المال العام ومن بيت مال المسلمين لمروان بن الحكم ولعبد الله بن سعد بن أبي صبح ومن أقاربه، وطبعا هي أكاذيب وما هي صحيحة، لأن سيدنا عثمان وقف وتكلم وقال لا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس يعني، وقد كنت أعطي الرغيبة الكبيرة العطية الكبيرة ومن صلب ماء من صلب مالي في عهد الرسول وفي عهد أبي بكر وعمر، وأنا يومئذ شحيح يعني كان كما نقول ينفق، وفي حالة وأنا يومئذ شحيح حريص يعني بمعنى حريص على المال. فحين أتيت على أسنان أهل بيتي يعني أشراف أهل بيتي وفيه فناء عمري وودعت الذي لي من في أهلي، قال الملحدون ما قالوا يعني الكاذبون اللي كذبوا على سيدنا عثمان واتهموه باتهامات باطلة، وأنه أعطى الحكم عمه وأعطى مروان، وللأسف ألصقت هذه الأكاذيب في سير سيدنا عثمان من الروافض الذين رأوا أن عثمان تآمر حتى للوصول للخلافة على سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذه من الأكاذيب. وأيضا اتهموا بالفساد المالي وفي روايات موضوعة وأكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان. ثم جاءت حركة الاستشراق وأساءت إساءة كبيرة لسيدنا عثمان، وتورط كثير من الكتاب المعاصرين من أمثال العقاد ومن أمثال سيد قطب ومن أمثال أبو الأعلى الموجودي في الحديث عن سيدنا عثمان بالبهتان وبالباطل نتيجة تورطهم في الروايات الموضوعة والضعيفة، ولم يحققوا من حيث السند هل هي صحيحة أو حسنة، وبالتالي سيدنا عثمان وقع عليه ظلم شديد رضي الله عنه وأرضاه في هذه القضايا فيما يتعلق بمحاولة تشويهها، وأن أسرف في المال العام وأنه انحاز وحاب أقاربه، وهذه كلها من الأباطيل. طيب دكتور، إذن يعني بعد الفاصل نوضح هذا الرد من قبل سيدنا عثمان على هذه الاتهامات. فمشاهدينا الكرام بعد الفاصل نواصل، نلقى. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأيضا مع فضيلة الدكتور علي الصلابي، أهلا بك. تحدثنا قبل الفاصل عن هذه الاتهامات التي تم اتهامها سيدنا عثمان فيما يتعلق بإنفاقه على أقاربه، بأنه كان ينفق عليهم من بيت مال المسلمين، وكيف رد عليهم بالرد الواضح والصريح وبالإثبات. هذه الاتهامات هل أثرت على سيدنا عثمان؟ والله شك أنها كانت من ضمن حركة سرية ضد سلطة وحكم سيدنا عثمان لإسقاط الدولة أصلا، وقاد عبد الله بن سبأ، واستطاع أن يجند لها خلايا في البصرة وفي الكوفة وفي مصر، لكن فشل في الشام نتيجة وجود معاوية وكشفة لهذه المؤامرات. وكانت هذه الحركة السرية هي عبد الله بن سبأ أصلا يهودي من يهود اليمن، وادعى أنه دخل في الإسلام، وبدأ يتكلم وأنه يقول أن هناك وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي، وأن بالخلافة من بعدي، لكن نزعت منا من أبو بكر وعمر، وبالتالي يجب إزاحة عثمان والإتيان بعلي بدلا رضي الله عنهم جميعا.
وحتى تسقط الصورة الذهنية لسيدنا عثمان في أذهان الغوغاء والمتمردين، فألصقت به تهم كثيرة، منها محاباة لأقاربة. هو يقول أني أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعامل في أقاربة ويحسن إليهم، وكان يطبق في قول الله تعالى وآتي ذو القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وقال رضي الله عنه وأرضاه وأنا أخبركم عني، يعني قال وتحدث أنه كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى أقاربه، وبين أنه لا يستحل المال العام لا لنفسه ولا لأحد من الناس، وإن كان يعطي من مال الخاص يعني. طبعا هي ألصقت به تهم كثيرة، أنهم قالوا أنه لم يحضر الحديبية كان غائبا، وأيضا لم يحضر بدر كان يعني غائبا، لم يحضر الحديبية كان مفاوضا، هم هذه شبهات وهذه كما نقول نحن اتهامات باطلة. لا يحكوا القصة كاملة، يأتوا بجزئية ويلغوا ويغيروا بقية المشهد يعني، وفق رؤية وخطة إعلامية لإسقاط الخليفة أو الرئيس أو الزعيم ومن حوله من أقارب أو من مساعديه من ذهنية الناس. فكانت في هذه النات عنها إن شاء الله في التفاصيل، في الشبهات التي وجهت وكيف تم رد عليها ونسفها وإقامة الحجة. نحن نحكو في الإنفاق الآن، فالإنفاق بتاع سيدنا عثمان كان وفق أحكام حكم العدل وكرم وجود فاض على من حوله من أقارب وغير أقارب، من طلحة بن عبيد الله لما استدان منه 50,000 دينار قال له إن مالك جاهز، فقال هي لك معونة لك على مروتك، فكان من أصحاب العطايا الكبرى للفقراء والمساكين. قلنا اعتقي جيكت من كل جمعة يعتق في رقبة لوجه الله، فكون إنه يتقرب إلى الله بالإحسان إلى أقارب والأعيان، بالعكس هذه ميزة يمتاز بها سيدنا عثمان، وهذه صلة رحم يتقرب بها إلى الله، وهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو اللي نحب أن نوضح إن من الشخصيات التي تعرضت للتشويه وللأكاذيب وللاختلاق في التاريخ بالكذب وبالباطل سيدنا عثمان، يعني تم حرب موجهة إلى يومنا هذا من قبل المستشرقين والشيعة الاثنى عشرية في تشويه سيدنا عثمان. طيب يعني هل ساهم سيدنا عثمان في دعم الدولة بماله الخاص؟ هو لا شك في ذلك من ابتداء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة تبوك كان صاحب القدح المعلى، وفي انفاقات عظيمة وفي توسيع حتى المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من ماله الخاص. فالمال الخاص ينفق هو في سبيل الله، وأنفق على أقاربه، ويكفي إن ما يأخذش مرتب من الدولة يعني، وأكثر من 12 عام وهو في الحكم رضي الله عنه وأرضاه يعني. طيب الآن نأتي دكتورنا الفاضل إلى المؤسسة القضائية وبعض الاجتهادات الفقهية لسيدنا عثمان، يعني بما كانت تمتاز يعني المؤسسة القضائية بعهد سيدنا عثمان. طبعا هي كانت امتداد لعهد سيدنا أبو بكر وعمر، كانت المرجعية هي القرآن هي السنة، هي ما اجتمع عليها أبو بكر وعمر من اجتهادات فقهية وقضائية، والنوازل الأخرى يجمع لها أهل الشورى سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. في بعض واهتم أيضا برواتب القضاة، وأيضا واختيار العناصر القادرة أو لديها ملكات قضائية، واشتهرت توفرت فيها الشروط التي وضعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في عهده. وعرض ابن عمر على ابن عمر أن يكون من القضاة، ورفض عبد الله بن عمر من ذلك، وقال لسيدنا عثمان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ، فقال عثمان بلى، قال فإني أعوذ بالله أن تستعملني، فأعفاه سيدنا عثمان. يعني عبد الله بن عمر رفض أن يكون من القضاة، وإن كان عثمان أراد أن يكون من القضاة. من أشهر قضاة سيدنا عثمان زيد بن حارثة، زيد بن ثابت، زيد بن ثابت في المدينة من قضاة سيدنا عثمان، أبو الدرداء من قضاة سيدنا عثمان في دمشق، كعب بن صور من قضاة سيدنا عثمان في البصرة، أبو موسى الأشعري وهذا من فقهاء ومن تلاميذ النجباء
لعمر بن الخطاب، كانت بينه وبينه مواصلات كثيرة حتى فيما يتعلق بالفقه القضائي والقواعد القضائية. هذا كان أيضا من القضاة في عصر سيدنا عثمان. أيضا شريح القاضي، قاضي الكوفة، أيضا شريح كان من القضاة. وأيضا يعلى بن أمية كان من القضاة أيضا في اليمن، وثمامة أيضا كان في صنعاء، وعثمان بن قيس بن أبي العاص كان من القضاة في مصر. وترك الخليفة الراشد سيدنا عثمان أحكاما فقهية في مجال القصاص والجنايات والحدود والتعزير والعبادات والمعاملات، كان لها أثر واضح في المدارس الفقهية الإسلامية. تجد أثار سيدنا عثمان الفقهية في الحدود وفي القصاص وفي الجنايات وفي التعزير في المذهب المالكي وفي المذهب الشافعي والحنبلي وعند الأحناف. طبعا أول قضية تعرض لها سيدنا عثمان اللي هي قضية تواجهت سيدنا عثمان، قضية قتل اللي هو اتهم عبيد الله، مش عبد الله، عبيد الله بن عمر بن الخطاب. عبيد الله هو ابن عمر بن الخطاب. فكانت أول قضية حكم فيها عثمان رضي الله عنه قضية عبيد الله وأخو عبد الله بن عمر، هذا من أولاد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وذلك إنه غدا على ابنة أبي لؤلؤ قاتل عمر، قتل ابنة لؤلؤ ابنة بلال يعني هو، فقتلها نتيجة. وأيضا وضرب رجلا نصرانيا يقال له جفينة بالسيف، لأن كانت بعض الأخبار أنه كان متواطئ. وأيضا قتل هرمزان أحد القادة الفرس اللي من أمراء الفرس، هو وقع أسير في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وأعلن إسلامه، أسلم هو على أساس فيما يظهر. وكان متواطئ أن مع أبو لؤلؤ المجوسي في قتل سيدنا عمر بن الخطاب. طبعا إذا يعني عبيد الله يعني قتل هؤلاء، قتل جفينة انتقاما، يعني هو يرى دم والده عند الهرمزان وعند جفينة، وقتل بنت ابنة لؤلؤ. فأخذ واعتقل وبقى في السجن. وبعدين جت المسألة، فبعض الصحابة كان يرى قتل عبيد الله، وبعض الصحابة قالوا كيف يقتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم، وبيكون إنه هو ولي أمر بالنسبة لابنة الهرمزان، ولي أمرها الحاكم يعني الخليفة. وبالنسبة كان ابن الهرمزان كان حي وصاحب ولاية الدم، وبالفعل أعطوه حق القصاص، ولكن بعد ذلك مال للعفو ومال للصفح حتى حملوا الناس على أكتافهم. وتكفل سيدنا عثمان بدفع الدية لدية عبيد الله لابن الهرمزان، وحل هذا الإشكال بنظرة فقهية متوازنة، وفقه عليها مجموعة من الصحابة. فهذه كانت أول نازلة في عصره. أيضا قتل اللصوص، مجموعة من اللصوص قتلوا أحد الأشخاص في ابن الحسيمان الحيس السمان الخزاعي، فأمر بقتل اللصوص وإقامة الحد عليهم. أيضا هذه في الكوفة في عهد الوليد بن عقبة، وهذه اللي سببت الإشكال. أقاربهم يعني هم بعدين انضموا لحركة الغوغاء والتمرد اللي قادها عبد الله بن سبأ فيما بعد. أيضا رجل قتل تاجر لماله فأخذ منه القصاص. أيضا عقوبة الساحر أيضا في عهده تمت. أيضا جناية الأعمى تكلم عنها، وأيضا الجناية يعني تحدثت هنا عن, 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 عن عقوبة الساحر. هل يعني كانت مسألة فقهية ابتكار أو الوصول إلى عقوبة للساحر؟ هو امتدادا لعهد أبو بكر وعمر وتوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا أقام حد الخمر في عهد، حدود الخمر كانت تقام. وأيضا جاء رجل لسيدنا عثمان وقال له يا أمير المؤمنين إني قتلت فهل لي من توبة؟ فقضى عليه سيدنا عثمان حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال له اعمل ولا تيأس. يعني والجدير بالذكر أن التوبة من الأثام إذا ارتكبت في حق العباد لابد فيها من أداء الحقوق لأصحابها أو يتنازل العباد عنها. أيضا استتابة المرتد اللي يرتد
في استتابة قبل ما يقام عليه الحد، فكان هذا من فقه سيدنا عثمان. وأيضا جناية على الصائل، يعني واحد يدخل على أحد في بيته فيدافع عن نفسه أو يقتل ذلك اللص أو الصائل، فاعتبر سيدنا عثمان هدر، يعني بمعنى لا من دافع عن نفسه في بيته بشخص اعتدى عليه لا يقام عليه الحد، أن من حقه الدفاع عن بيته. يسموا هذه المسألة الجناية على الصائل، هذه من الأشياء التي حدثت. أيضا سرقة الغلام، الغلام لما يسرق فإذا كان احتلم يقام عليه الحد، إذا لم يحتلم لا يقام عليه الحد. يقول يعني هذه مسائل فقهية، فقهية يعني في عهدها حدثت. فيعني إن ولد صغير لكن لم يصل إلى سن الرشد والاحتلام لا يقام عليه الحد، هذه في حدثت في عهد سيدنا عثمان. أيضا الحبس للتعزير، يعني حبس العقوبات بالحبس، يعني كانت أيضا للتعزير، كانت في فترة سيدنا عثمان. ذكرنا أن هذوم اللي يحتجوا على التوسعة في المسجد الحرام كيف سجنهم بعد ذلك عفى عنهم. أيضا حد القذف بالتعرض، يعني بالإشارة أو بالطريق إذا ثبتت يقام عليه حد الحد. أيضا أيضا التعزير بالنفي والطرد أيضا من مدينة. أيضا دفع الناس كان له أحكام متعددة، لكن من أشهر اجتهادات سيدنا عثمان أنه في إتمام الصلاة بمنى، يعني كان الرسول وأبو بكر وعمر كانوا يصلون ركعتين في منى قصرا، من أحكام الحج في منى، فهو صلىها 4 ركعات. نعم. طيب إذا سنأتي لتأصيل هذه النقطة، لكن بعد يعني في الحلقة القادمة فضيلة الدكتور علي الصلابي. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة.